التنشن. تمام، برضو نفس القيمه اللي هي اي في اي على ال اللي هي الكي بتاعت الاكسيال ستيفنس مضروبه في الدلتا اللي بتحصل في الممبر. وابتدينا بعد كده نكون حاجه بنسميها لوكال ستيفنس ماتريكس للبار اليمنت. ان احنا قلنا عندنا تو نودز، لو مسكنا كل نود وكتبنا الفورس اللي موجوده عندها، اف 1 هي الفورس اللي موجوده عند نقطه 1، اف 2 هي الفورس اللي موجوده عند نقطه 2، دلتا 1 هي الديسبيسمنت اللي بتحصل عند نقطه 1، دلتا 2 هي الديسبيسمنت اللي بتحصل عند نقطه 2. وزي ما اتفقنا قبل كده، العمود الاول اللي هنا بيبقى مضروب في دلتا 1، والعمود الثاني بيبقى مضروب في دلتا 2. تمام. طيب لو ابتدينا نبص كده، احنا عايزين نحط هنا في الاليمنت ده اللي في الماتريكس هو اللي في المعادله بتاعه الاف 1 ومضروب في دلتا 1. فكنا بنيجي نبص يا ترى مين في معادله اف 1 مضروب في دلتا 1، كنا بنلاقي ان هو اي اي اوفر ال. فكان اول رقم هيتحط هنا هيبقى اي اي اوفر ال. طب هنا مين اللي في المعادله بتاعه اف 1 مضروب في دلتا 2؟ ادي اف 1 مع دلتا 2، فده كان بيبقى اي اي على ال. لكن لو حد يفتكر كده، علشان الاتجاه ده عكس الاتجاه البوزيتيف، يعني ده عكس الاتجاه البوزيتيف اللي احنا شغالين عليه، كان بيبقى نيجاتيف اي اي اوفر ال. طيب لو بصينا مين في معادله اف 2 مضروب في دلتا 1، ادي معادله اف 2 مع دلتا 1، الاقي اي في اي على ال برضو عكس الاتجاه البوزيتيف، وبالتالي ده كان بيبقى نيجاتيف اي اي اوفر ال. لو بصينا على اخر اليمنت اللي في معادله اف 2 ومضروب في دلتا 2 اللي هيتحط هنا، ادي اف 2 وادي دلتا 2، فكان ده بيطلع اي اي اوفر ال مع الدايركشن البوزيتيف، وبالتالي كان يبقى الساين بتاعته بوزيتيف. الماتريكس دي لو نفتكر كده، دي اللي سميناها لوكال ستيفنس ماتريكس بتاعت البار اليمنت، ودي الاثنين اللي في الدياجونال كانوا بيبقوا اي في اي على ال، والاثنين التانيين كانوا بيبقوا نيجاتيف اي في اي اوفر ال، ونقدر نكونها لاي ممبر بسهوله وبسرعه. تمام؟ طيب تعالى نروح نكمل ونفتكر كده المسألة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. مش هقول بقى الموضوع بصورة شرح، انا بس هفكركم بالموضوع، لان احنا كده كده هنحل النهاردة مسألة تانية شبه دي بس اطول شوية او اصعب شوية وعليها حاجات كتير تانية. فانا بس هعدي عليها بسرعة كده كافكركم بس الستبس كانت بتبقى عبارة عن ايه. طيب لو انا دلوقتي كان عندي تو بار اليمنتس بالمنظر ده، عليهم فورس هنا 40 طن، وكل واحد ليهم ليه كروس سكشن، وبالتالي ليه اريا مختلفه، ليه لينث مختلف، والاي كانت جيفن في المساله. تمام. طيب لو احنا مسكنا المساله دي وابتدينا نحلها، كنا بنفصل اول ستيب كده عندنا دايما كل بار اليمنت لوحده، ونبتدي نقول بدايته ونهايته هيبقى فيها فورس. الفورس دي انا ما اعرفهاش، بنحط الفورس دي دايما في الدايركشن البوزيتيف، يعني الدايركشن البوزيتيف ده موجود ناحيه اليمين، وبالتالي هحط كل الفورسز في البوزيتيف دايركشن. طيب كنا بنبتدي نمسك الفورسز دي ونسميها باسم الممبرز، يعني اول واحد ده هسميه اف اي علشان ده عند نقطه اي، كيو علشان النقطه الثانيه بتاعت الممبر اسمها كيو، تاني واحد ده هسميه اف كيو علشان عند نقطه كيو النقطه الثانيه بتاعت الممبر اي بقى اسمه اف كيو اي، وبالتالي اللي بعديه اف كيو بي واف بي كيو علشان الممبر ده اسمه كيو بي، وكلهم حطيتهم في البوزيتيف دايركشن. دي كانت اول ستيب بنعملها دايما. تاني ستيب ان احنا كنا بنروح نكون اللوكال ستيفنس ماتريكس لكل ممبر. عشان اعرف اكونها محتاج الكي، والكي دي اللي هي اي في اي اوفر ال. فانا لو مسكت الممبر الاولاني هيبقى اي في اي على ال بتاعت ممبر اي كيو، الممبر الثاني اي في اي على ال بتاعت ممبر كيو بي. طيب كل واحد فيهم الاي جيفن في المساله، وبالتالي الاي موجود عندنا، الاي موجود عندنا، ال موجوده. طيب بنفس الاسلوب نقدر نحسب للممبر الثاني، الاي طبعا اقدر اجيبها من الارياز بتاعت الكروس سكشنز دي، حسبنا وطلعنا الكي بتساوي كام. طيب هناخد بقى الكي دي ونروح نكون اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعت التو ممبرز. طيب بس لو تفتكروا كنا قلنا لازم نركز في الترتيب، لان الترتيب مهم، بمعنى ان الممبر ده انا ممكن ابدا بالفورس اللي عند نقطه A وممكن ابدا بالفورس اللي عند نقطه Q اللي يريحك. لو انا ابتديت بالفورس بتاعت A يبقى هكتب FAQ هنا وهكتب FQA هنا، يبقى دي اول حاجه. طيب بعد كده هكتب الدلتا، بس لازم الدلتا تبقى ماشيه مع الترتيب بتاع الفورس، يعني انت ابتديت ب A وبعدين Q يبقى الدلتا هتبقى دلتا A وبعدين دلتا Q.
وبعدين نكون اللوكال ستيفنس ماتريكس اللي هي الرقمين اللي في الدياجونال هيبقوا اي في اي على ال اللي هم 109، الرقمين اللي موجودين هنا هيبقوا نيجاتيف اي في اي اوفر ال. يبقى ده كده اللوكال ستيفنس ماتريكس كان شكلها عامل كده. طيب لو رحنا للممبر الثاني بنفس الاسلوب نقدر نكون اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعته بنفس الطريقه. تمام؟ طيب دي كانت تاني ستيب ان احنا نكون اللوكال ستيفنس ماتريكس. طيب تعالوا ندخل على الخطوه اللي بعد كده، ان احنا كنا بنعمل اهم حاجه في المساله دي كل حاجه في الموضوع، ان احنا بنعمل حاجه اسمها جلوبال ستيفنس ماتريكس. جلوبال ستيفنس ماتريكس اذا احنا بنتكلم على الاستراكشر كله على بعضه مش على كل ممبر لوحده. فبنشوف الاستراكشر على بعضه كده في كام جوين، ركزوا عشان ده هنعمله النهارده كتير. الاستراكشر على بعضه في كام جوين؟ في 3 جوينز. هبتدي اكتب الفورسز عند ال 3 جوينز باي ترتيب انا عايزه، مش فارقه خالص، هكتب مثلا A بعدين Q بعدين B زي ما انت عايز. بس الترتيب اللي انت عملته هنا ده هتلتزم بيه في الماتريكس بتاعت الدلتا. اذا انت ابتديت ب A وخلصت عند B يبقى الدلتا بنفس الترتيب دلتا A دلتا Q دلتا B. الماتريكس دي كنا بنسميها ماتريكس 3 في 1، دي 3 في 1، الماتريكس اللي في النص كانت بتبقى 3 في 3، يعني فيها المفروض 9 اجزاء. طيب وزي ما اتفقنا اول عمود هنا بيبقى مضروب في اول رقم هنا، يعني ده هيبقى مضروب في دلتا ايه، الثاني دلتا كيو، الثالث دلتا بي. طيب بعمل ايه بعد ما حطيت شكل الجلوبال ستيفنس ماتريكس؟ ابتدي اكونها، اخد اللوكال ستيفنس ماتريسيز دول واحطهم جوه الجلوبال ستيفنس ماتريكس، بس مش بحط اي حاجه وخلاص، ما عايز انقل الاربع ارقام دول من هنا احطهم هنا. طب هتفاكر كده كنا بنيجي نعمل ايه؟ اولا كنا بنيجي نمسك رقم رقم، يعني هبتدي امسك الرقم ده، طب الرقم ده في المعادله بتاعت اف اي مع دلتا اي، فكنت اروح ادور هنا ادي معادله اف اي مع دلتا اي، اقوم جاي حاطط الرقم ده هنا اللي هو ال 109 ده. طيب الرقم اللي بعد، الرقم اللي بعده ده في معادله اف اي مع دلتا كيو، يبقى ادور هنا اف اي مع دلتا كيو واقوم جاي حاطط الرقم ده هنا. طيب اللي بعديه في المعادله بتاعت اف كيو مع دلتا اي، يبقى ادور ادي اف كيو مع دلتا اي، يبقى اقوم حاطه هنا. طيب اللي بعديه اف كيو مع دلتا كيو، يبقى ادور ادي اف كيو مع دلتا كيو واحط ده هنا. يبقى انا كده نقلت الاربع ارقام بتوع اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعت ممبر اي كيو حطيته هنا. طب انقل على الماتريكس الثانيه اللي هي دي. طيب الرقم ده في معادله اف كيو مع دلتا كيو، لو اخذناه هنا ادي اف كيو مع دلتا كيو، عشان اخده احطه هنا هو اوريدي في رقم في الجزء ده، فقلنا مفيش مشكله خالص بنحطه، وبعدين كنا بنجمعهم هما الاثنين على بعض. طيب اللي بعده ده في المعادله بتاعت اف كيو مع دلتا بي، طب ادي اف كيو مع دلتا بي، اخد ده احطه هنا. طيب اللي بعده ده في المعادله بتاعت اف بي مع دلتا كيو، ادي اف بي مع دلتا كيو يتحط هنا. اللي بعده اف بي مع دلتا بي يبقى يتحط هنا. يبقى انا كده اللي عملته بس ان انا كونت الجلوبال ستيفنس ماتريكس بتاعه الاستراكشر اللي موجود قدامي. طبعا لما بيبقى فيه هنا ربع فيه رقمين بنجمع الرقمين دول على بعض بالمنظر ده. طيب بعد ما كونت الجلوبال ستيفنس ماتريكس قلنا ايه بقى؟ قلنا احنا بندور على الخطوه اللي بعد كده، الخطوه الرابعه بعد ما كونا الجلوبال ستيفنس ماتريكس، ان احنا نشوف ايه هي الانونز اللي في المساله ونطلعها. ودايما الانونز اللي احنا بندور عليها في مساله الاستيفنس هي عباره عن ديسبيسمنت. طيب فقلنا تعالى نبص كده علشان نعرف. طيب لو مسكناه الاول الماتريكس بتاعت الفورسز، طيب اف اي هي نقطه ايه اللي موجوده هنا دي بتمثل لنا ايه؟ ده سبورت، يعني سبورت ده المفروض بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده رياكشن. اذا اف اي دي هي الرياكشن اللي موجود عند السبورت ده، هي الفورس الخارجيه اللي بتاثر على نقطه ايه اللي هو الرياكشن. طيب اف كيو اجي ابص عند نقطه كيو، هي نقطه كيو دي سبورت؟ لا. طيب يعني لو فيها فورس خارجيه يبقى الاكسترنال فورس هي دي الاف كيو، لو ما فيهاش يبقى الاف كيو دي بتساوي زيرو. طب هنا دي عليها 40 مع الاتجاه البوزيتيف اللي احنا شغالين عليه، وبالتالي يبقى اف كيو دي بتساوي 40. طيب نروح بعد كده لنقطه بي، نقطه بي في عندها ايه؟ في عندها سبورت، اذا نقطه بي في عندها رياكشن، ده الحاجه الخارجيه اللي بتاثر على نقطه بي اللي هي الاف بي. طيب تعالى نروح للديسبيسمنت. قلنا قبل كده طالما ان في سبورت بيمنع الحركه اللي في اتجاه الممبر عند نقطه معينه، اذا الدلتا بتاعتها بتساوي زيرو، وده اللي موجود عند نقطه A وموجود كمان عند نقطه B. لكن هل نقطه كيو في حاجه عندها بتمنع الحركه الافقيه بتاعت الممبر ده؟ مفيش، اذا دلتا كيو هنا unknown.
طيب اتفقنا اتفاق قبل كده ان دايما الجوينت اللي عندها فورس انون تلاقي ديسبيسمنت نون والعكس. يعني هنا الفورس انون تلاقي ديسبيسمنت نون بزيرو، هنا الفورس نون معروفه ب40 تلاقي الديسبيسمنت هي الانون، فدايما الاثنين عكس بعض. طيب مين اللي احنا بندور عليه؟ دايما الديسبيسمنت. فانا هنا عندي تو ديسبيسمنتس معروفين، اذا انا محتاج اجيب دلتا كيو. طيب بعمل ايه؟ الخطوه الخامسه بكون بقى الاكوليبريم ايكويشن. طب الاكوليبريم ايكويشن هاجي عند النقطه دي وابتدي اكون الاكوليبريم ايكويشن، لان النقطه دي اللي الفورس بتاعتها معروفه. طب اعمل ايه؟ اخد الصف اللي قدامها اضربه في العمود، فهاخد اول رقم في الصف اللي هو ده في اول رقم في العمود اللي هو دلتا اي، بعدين تاني رقم في الصف مع تاني رقم في العمود، بعدين تالت رقم في الصف مع تالت رقم في العمود. طبعا لو رجعنا هو اول رقم من هنا فاول رقم في العمود، اول رقم في العمود بزيرو وبالتالي خلاص. طيب تاني رقم اللي هو 438 في دلتا كيو، ثالث رقم اللي هو عندنا نيجاتيف 328 في دلتا بي، دلتا بي اصلا بزيرو. اذا دي كده المعادله اللي احنا شغالين عليها. اذا دي كده المعادله اللي احنا شغالين عليها، نقدر نطلع من هنا دلتا كيو بتساوي كام. تمام. طيب جبنا دلتا كيو بتساوي كام، خلاص. طيب بعد ما جبنا دلتا كيو كنا بنعمل ايه؟ نرجع تاني لللوكال ستيفنس ماتريسيز علشان نقدر نطلع من هنا الفورسز الانترنال بتاع كل ممبر بتساوي كام. طيب فانا لو رجعت تاني لللوكال ستيفنس ماتريسيز، دلتا اي زي ما اتفقنا بزيرو اهي، دلتا بي زي ما اتفقنا بزيرو، ودلتا كيو اللي احنا لسه جايبينها حالا نعرف نحطها هنا ونعرف نحطها هنا، وبالتالي نقدر من هنا نطلع انترنال فورسز الشمال واليمين. طيب بنطلع الانترنال فورسز ازاي؟ صف في عمود. يعني عاوز اجيب اف اي كيو، يبقى هاخد الصف اللي قدامها اضربه في العمود، يبقى الرقم ده في دلتا اي اللي هي بزيرو، الرقم ده في دلتا كيو اللي هي معانا، اعرف اجيب اف اي كيو كام، وهكذا اف كيو اي وهكذا. طيب تقدر تطلع الانترنال فورسز دي ونحطها. طبعا اللي طالع بالنيجاتيف معناه ان هو عكس الجلوبال دايركشن اللي احنا شغالين عليه يعني ناحيه الشمال، اللي طالع بالبوزيتيف يبقى مع الجلوبال دايركشن اللي احنا شغالين عليه يعني يمين، وهكذا. واقدر في الاخر ارسم الانترنال فورسز دايجرامز زي ما انا عايز. تمام. طيب اذا انا كده بس اللي عملته، انا بفكركم بالكلام بتاع المره اللي فاتت احنا عملنا ايه. حد عنده اي مشكله في الكلام بتاع المره اللي فاتت قبل ما ندخل في الجزء بتاع المره دي؟ طيب تمام، صاحيين معايا ولا ايه؟ موجودين ولا رحتوا فين؟ جميل. تعالوا بقى ندخل على الحاجه اللي احنا عايزين نعملها النهارده. طيب تعالوا بقى نوسع الموضوع شويه. احنا المره اللي فاتت درسنا الممبرز، كان عندي مساله يعني فيها تو ممبرز بس، فيها جوينت واحده هي اللي بتتحرك. تعالوا نصعب الموضوع شويه علشان نقول ان هو مهما كان عندنا عدد جوينتس في عنده ديسبيسمنت، خلاص الطريقه واحده. عشان كده بنقول هي الطريقه دي اللي البرامج بتشتغل بيها. اما لما اجي احل ستراكشر والستراكشر ده فيه 20 نقطه في عندهم ديسبيسمنت، هعرف احله بنفس الطريقه. اوكي؟ سجل لكم المحاضره. حد بيسجل؟ حد سجل. ماشي، وفي حد بيسجل. طيب خلاص اوكي جميل. طيب فتعالوا كده نبدا نشوف المساله اللي قدامنا. طيب هو هنا مديني برضو بار element، عندي forces في اتجاه الممبرز، displacements في اتجاه الممبرز. تمام. مديني هنا معلش دي اي مش كيو طبعا، مديني الاي اي اوفر ال. تمام. الستيفنس اي اي اوفر ال بتاعة كل ممبر من الممبرز. ماشي. طيب عايز اعرف بس كده قبل ما نبدا المساله، هو احنا هنا في مساله زي اللي قدامنا عندنا كام فورس؟
سوري عندنا كام جوينت وكام جوينت منهم الديسبيسمنت بتاعتها unknown وكام نون. يعني المسألة دي فيها كام نود؟ اثنين. لا على بعضها فيها كام نقطة؟ أربعة. أربعة. طيب كام نقطة منهم نعرف الديسبيسمنت بتوعها وإيه هما؟ اثنين بتوع الرولر سبورت هيكونوا زيرو. اثنين بتوع الرولر هيكونوا زيرو اللي هما كيو كي. هو المفروض بي وار يا دكتور اللي هيبقى بزيرو يعني. بي وار مش كيو. عايزين نفرق دايما ما بين الرياكشن والديسبيسمنت لان الحته دي بتلخبطنا قوي. في فرق ما بين رياكشن وديسبيسمنت. بمعنى انا لما اجي ارسم رولر سبورت ولما اجي ارسم هينج سبورت تمام، الرولر سبورت بيمنع حركه واحده بس اللي هي الحركه العموديه على العجل ده. يعني الرولر سبورت هنا بيمنع الحركه الراسيه صح. يعني الديسبيسمنت بتاعت واي الديسبيسمنت بتاعت واي بزيرو. علشان كده كنا بنيجي عشان نقول ان الرولر سبورت ده بيبقى ليه رياكشن في اتجاه الواي في اتجاه الحركه اللي اتمنعت تمام. طيب لكن الرولر سبورت بيسمح بالحركه الافقيه، يعني الاكس بتاعته ما بتساويش زيرو برقم بيتحرك، علشان كده ملوش رياكشن افقي. الهينج سبورت العكس، هو بيمنع الحركه الافقيه وبيمنع الحركه الراسيه. علشان كده الهينج سبورت بيبقى ليه تو رياكشنز، واحد راسي واحد افقي، في عندنا ار اكس وفي عندنا ار واي تمام. طيب فدايما خدوا بالكم ان الديسبيسمنت اللي بتتمنع بيظهر مكانها رياكشن، والرياكشن ده بيبقى بقيمه. فانا لما اجي في المساله اللي قدامنا انا هنا بتكلم على الهوريزونتال ديسبيسمنتس بس. طيب نقطة بي في عندها هينج سبورت وبالتالي ده بيمنع الحركة الأفقية، يبقى الديسبيسمنت بتاعته معروفة نون بتساوي زيرو. نقطة ار نفس الكلام، في عندها هينج سبورت بيمنع الحركة الأفقية، يبقى الديسبيسمنت الأفقية بتاعته نون بتساوي زيرو. لكن نقطة كيو ونقطة كي دول ما بيمنعوش الحركة الأفقية، وبالتالي يبقى الديسبيسمنت بتاعتهم بأرقام أنا لسه ما أعرفهاش، لكن هي unknown أنا ما أعرفهاش بتساوي كام تمام؟ ففرق دايما ما بين كلمة displacement وكلمة reaction. طيب إذا أنا عندي في المسألة دي two nodes ال displacements بتاعتهم unknowns و two nodes تانيين ال displacements بتاعتهم known وبتساوي zero. طيب أول ستيب دايما بنعملها زي ما اتفقنا إن احنا هنمسك المسألة ونبتدي نقسمها لمجموعة بار إيليمنتس، فأنا هنا عندي 3 بار إيليمنتس. طيب وهبتدي أحط الفورسز بتاعتهم كلها مع الجلوبال دايركشن اللي هو ناحية اليمين، وتعالى نسميهم كده. يعني أول واحدة هحطها هنا عند نقطة بي هسميها اف بي كيو، علشان النقطة الأولى بتاعت الممبر بي والنقطة الثانية بتاعت الممبر كيو. يبقى الثانية اللي هتتحط هنا دي نسميها إيه؟ F U B. طيب اللي بعدها هنا هسميها F Q R، اللي بعدها R Q، اللي بعدها R K، اخر واحده K R. طيب بدي اول ستيب دايما ان احنا بنقسم المساله لمجموعه بار elements. طيب تعال نروح للنقطه الثانيه، كنا بنعمل ايه؟ بنمسك كل ممبر من دول ونكون له اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعته، ودي سهله جدا. طيب هنبدا بالممبر الاولاني بي كيو بالترتيب اللي يريحك، بي الاول وبعدين كيو او العكس. يبقى هقول اف بي كيو وبعدين اف كيو بي، دلتا بي الناحيه الثانيه وبعدين دلتا كيو، وادي هنا الاي اف اي اوفر ال بتاعت الممبر ده انا مديها لك جاهزه 200,000، يبقى 200 ناقص 200 ناقص 200 200. يبقى ده الممبر الأول. الممبر الثاني Q وبعدين R، يبقى الدلتا Q وبعدين R. الـ EA على الـ L بتاعته برضه جيفن عندك، تقدر تاخدها على طول بالمنظر ده. ويبقى العمود الأول هنا مضروب في الرقم الأول دلتا Q، الثاني مضروب في دلتا R.
الممبر الثالث نفس القصة الكي بتاعته 300,000. إذا لما نيجي نكون ده 300 ناقص 300 ناقص 300 300 كده. بس اللي عملناه إن إحنا طلعنا اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعت كل ممبر، ودي الستيب التانية إن أنت بتعمل اللوكال ستيفنس ماتريكس بتكونها لنا. طيب يبقى أدي الممبر الأول، أدي الممبر الثاني، أدي الممبر الثالث. طب الستيب الثالثة بعد ما أخدت كل ممبر لوحده وكونت له اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعته، بنعمل إيه يا جماعة في الستيب الثالثة؟ الجلوبال ماتريكس. جميل. طب عايزكم بقى تعملوها معايا. الجلوبال ستيفنس ماتريكس هي اهم حاجه في المساله، لان دي اللي احنا بنطلع منها كل حاجه، وبالتالي دي لو انت كونتها صح عرفت تحل الموضوع، ما كونتهاش صح مش هتعرف تعمل حاجه. طب بنكون اللوكال ستيفنس ماتريكس ازاي؟ فكر الاول في الماتريكس بتاعت الفورس والماتريكس بتاعت الدلتا، كل واحده فيهم هيبقى فيها كام رقم بناء على ايه؟ على عدد النودز اللي موجوده عندك في المساله، ايا كان النودز دي الديسبيسمنت بتاعتها نون او انون. يعني في المساله اللي قدامنا هيبقى الماتريكس بتاعه الفورس والماتريكس بتاعه الديسبيسمنت فيها كام رقم؟ أربعة. برافو، لان انا عندي 4 نودز. إذا لما أجي أكتب الماتريكس بتاعت الفورس أدي الإف وأدي الدلتا، هكتب الماتريكس بتاعت الفورس فيها أربع أرقام، هكتبهم بالترتيب اللي أنا عايزه، يعني كيو الأول وبعدين آر وبعدين بي وبعدين كي، ماشي اللي أنت عايزه، بس أنا يعني مشيت بالترتيب بي كيو آر كي بي كيو آر كي. طب الماتريكس بتاعت الديسبيسمنت بنفس الطريقه بي كيو ار كي، نفس الموضوع بالظبط، نفس الترتيب بالظبط. طيب بما ان دول اربعه، دول اربعه، يبقى الجلوبال ستيفنس ماتريكس هتطلع اربعه في اربعه، اربع صفوف في اربع اعمده، اربع صفوف لان قدام كل واحده من دول بيبقى في معادله، اربع اعمده لان كل معادله من دول هي فانكشن في الاربع دلتا دول. إذا عندي أربع صفوف أربع أعمدة. طيب العمود الأول اللي هنا بيبقى مضروب في مين؟ في أول رقم هنا اللي هو دلتا بي، الثاني هيبقى دلتا كيو، الثالث دلتا آر، الرابع دلتا كي. وتعالى نبتدي نكون. طيب أما عامل أهو الممبر الأولاني باللون الأحمر، الثاني بالأزرق، الثالث بالأخضر، الستيفنس ماتريكس بتاع كل واحد فيهم. تعالى نبتدي بقى نكون. ماشي، هو الموضوع زي ما قلنا عبارة عن لعبة. طيب اول element هنا ده اف بي مع دلتا بي، يبقى ادي اف بي مع دلتا بي، حطينا اول رقم. طيب تاني واحد اف بي مع دلتا كيو، ادي اف بي مع دلتا كيو، حطينا تاني واحد. تالت واحد اف كيو مع دلتا بي، ادي اف كيو مع دلتا بي، حطينا ده. رابع واحد اف كيو مع دلتا كيو، اف كيو مع دلتا كيو، حطينا ده. اوكي طيب ادي اول ممبر، يعني ننقل على الثاني. طيب هنا اف كيو مع دلتا كيو، ادي اف كيو مع دلتا كيو، في رقم هنا قلنا مفيش مشكله هنبقى نجمعه عليه. اللي بعده اف كيو مع دلتا ار، ادي اف كيو مع دلتا ار، حطينا ده هنا. اللي بعده اف ار مع دلتا كيو، ادي اف ار مع دلتا كيو، حطينا ده هنا. اللي بعده اف ار مع دلتا ار، جبنا اف ار مع دلتا ار حطيناها هنا. وبالتالي ناخد بقى الممبر الاخير وننقله هنا. الموضوع هنا ما بيلخبطش لان هو ماشي بنفس الترتيب بتاع النودز. بمعنى ايه؟ ان انا هنا عندي اف بي بعدها اف كيو، فماشيه مع نفس الترتيب بتاع الماتريكس. طيب بعدين عندي اف كيو بعدها اف ار، فماشيه مع نفس الترتيب ده. طيب هسالكم سؤال عشان هيبقى عندكم في الاساينمنت نفكر فيه، تمام؟ وبنحب جدا السؤال ده ان احنا نجيبه في الامتحان. طيب ايه السؤال؟ تعال نقول لو احنا عندنا، ماشي، كل نود من دول هي مربوطه بممبر بالنود اللي بعدها. طب هو مفيش احتمال ان مثلا كيو تبقى مربوطه بكي؟ والله بالمنظر اللي قدامنا صعب، لكن تعال عندنا هنا ارش رابط الكيو بالكي،
تمام. الارش ده انا اديتك اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعته في الهوريزونتال دايركشن كده مثلا، انا اسف، وخليت دي وليكن 400,000 ونيجاتيف 400 ونيجاتيف 400 و400، دي اللوكال ستيفنس ماتريكس بتاعته. طيب يعني ايه؟ يعني الارش ده مقاومته للحركه مش في اتجاهه، مقاومته للحركه الافقيه 400,000، الكي بتاعته ب 400,000، والارش ده واصل ما بين نقطه كيو ونقطه كي، ادي كيو وكي وكيو وكي. حد يعرف يقول لي الاربع اربع دول هيتحطوا فين جوه الجلوبال ستيفنس ماتريكس؟ يعني الرقم الاول ده يتحط فين؟ ال 400,000 الاولانيه دي تتحط فين؟ هيتزود على ال 215,000. برافو. دي الريليشن اللي ما بين الفورس بتاع كيو مع الدلتا بتاع كيو، فده هيتاخد ويتزود هنا في اف كيو مع دلتا كيو. طب الثاني مين مع مين؟ هيتحط لوحده بقى في الحته اللي هي الفاضيه، اللي هي فين؟ ايوه، ده هيبقى الفورس بتاع كيو مع الدلتا بتاع كي، ادي كده الفورس بتاع كيو مع الدلتا بتاعت نقطه كي، يبقى ده هيتحط هنا فعلا. طيب التالت اف كي مع دلتا كيو. جميل، اف كي مع دلتا كيو، يبقى ادي اف كي مع دلتا كيو هيتحط هنا. الرابع اف كي مع دلتا كي، يبقى ادي اف كي مع دلتا كي هيتحط هنا. حد فاهم بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاربع ارقام دول ما جوش في اربع اربع جنب بعضهم، ده واحد جه هنا، الثاني هنا، الثالث هنا، الرابع هنا. عشان الريليشن دلوقتي اللي ما بين كيو وكي مش ورا بعض في الماتريكس، ده كيو هنا وكي هنا، ففي حاجه ما بينهم. فاللي عايزين نقوله ان هو مش شرط ان الاربع ارقام دول يتاخدوا يتحطوا هنا. هي مش حفظ، هي مش حاجه هناخد الاربعه نحطهم زي ما هم، الموضوع مش كده خالص. فاحنا بنشوف فين الريليشنز اللي ما بين الاف والدلتا وناخدها نحطها في نفس المكان، لان هو ده المكان اللي هي بتاثر فيه. ما هي وجود ممبر زي ده هو اثر على نقطه كيو واثر على نقطه كي، لكن ما اثرش دلوقتي على نقطه مين؟ الار. تمام يا جماعه؟ طيب كوننا جلوبال ستيفنس ماتريكس بتاعه المساله. يبقى اول خطوه قسمنا الممبرز، الثانيه كتبنا اللوكال ستيفنس ماتريكس، الثالثه كوننا الجلوبال ستيفنس ماتريكس، الرابعه بنعمل ايه؟ ومهمه جدا بنحدد مين الفورسز النون ومين الانون، مين الديسبيسمنتس النون ومين الانون، وتعالوا نمشي واحده واحده. طيب نقطه بي دي في عندها سبورت، يبقى ليها رياكشن ولا ملهاش؟ ليه؟ ليها. نعرفه ولا ما نعرفوش؟ ما نعرفوش. ما نعرفوش. إذا النقطة بي عندها unknown اسمه اف بي، أحطه دايما مع positive direction. ماشي. طيب هنروح لنقطة كيو. نقطة كيو في عندها reaction، reaction the ruler support، هل ليه reaction أفقي ولا ملوش؟ ملوش. ملوش. جميل. طب في عنده external force ولا مفيش؟ في 50 مع الاتجاه البوزيتيف، اذا دي تبقى ايه؟ بوزيتيف 50. طب لو البوزيتيف 50 دي مش موجوده احط هنا كام؟ زيرو. برافو. جميل. طيب نقطه ار رينجت سبورت، ليه رياكشن ولا ملوش؟ ليه؟ معرفوش. في رياكشن. احطه مع الدايركشن. بالظبط كده. احطه مع الدايركشن البوزيتيف، ادي اف ار. طيب اخر حاجة نقطة كي. نقطة كي. طيب نقطة كي مفيش عندها رياكشن، لكن في فورس قيمتها 200 وعكس الاتجاه البوزيتيف، يعني دي هتتحط نيجاتيف 200. تمام؟ جميل. طب خلصنا كده الماتريكس بتاعت الفورس وفيها اثنين انون هم اللي هم الاف بي والاف ار. لازم اوتوماتيك ابقى عارف ان انا لما هروح هنا
طالما دي unknown لازم الاقي الدلتا دي known. طالما ان دي unknown لازم الاقي الدلتا اللي قدامها known. تمام؟ طيب تعالى نروح نبص دلتا بي. طيب فين يا جماعه دلتا بي؟ اهي ده هينج سبورت بيمنع الحركه الافقيه تماما، وبالتالي يبقى دلتا بي بتساوي زيرو. طيب دلتا كيو ده رولر سبورت بيسمح بالحركه الافقيه، بيحصل حركه انا ما اعرفش هي بكام، اذا دي unknown. دلتا ار ده هينج سبورت بيمنع الحركه الافقيه، زيرو. دلتا كي ده قيمه ما اعرفهاش. اذا عندي اهو اف بي unknown قدامها دلتا نون، هنا الفورس نون قدامها دلتا unknown. طيب كم unknown في المساله دي عايز اطلعهم في الخطوه الخامسه اللي بعمل فيها الاكوليبريم ايكويشن؟ كم نقطه الديسبيسمنت بتاعتها مجهوله؟ هم دول الانونز. الانونز في الطريقه بتاعت الاستيفنس هي الديسبيسمنت. فعندي كم ديسبيسمنت مجهوله؟ اثنين. برافو. اللي هم دلتا كيو ودلتا كي. طيب يلا عايز اجيب دلتا كيو واجيب دلتا كي. عندي هنا كم معادله اقدر اكونها؟ اربع معادلات. بس هي الشطاره مش ان انا احط معادلات وخلاص واقعد افكر تتحل ازاي. انا عايز معادلتين يبقى فيهم مجهولين دلتا كيو ودلتا كي. تمام؟ طيب يعني المعادله الاولانيه تنفع ولا ما تنفعش؟ بتاعت اف بي. هيبقى فيها اثنين انون. هيبقى فيها تو انونز بس مش دلتا كيو ودلتا كي، هيبقى فيها تو انونز منهم مين؟ اف ودلتا كيو. فانا مش عايز ازود على نفسي انونز وخلاص. عشان كده لما نروح ندور على equilibrium equations ندور على نقطة تكون الفورس بتاعتها أصلا معروفة، اللي زي ال 50 وزي النيجاتيف 200، علشان أقلل من على نفسي الأنونز. تمام؟ حلو. فأنا بعمل إيه؟ أكون المعادلة بتاعت ال 50 والمعادلة بتاعت النيجاتيف 200. حلو. طب تعالوا نكون المعادلة بتاعت ال 50. طب هعمل إيه؟ هاخد السقف ده اضربه في العمود ده. مظبوط. طيب يبقى اول رقم في السقف في اول رقم في العمود، وقلنا بقى عشان عينيك ما تتعبش ما تقعدش تاخد ده تروح هنا وتاخد ده تروح هنا، لا على طول اهو هنا اطلع فوق على طول شوف ده انهي دلتا اللي بيتضرب فيه. فهنا نيجاتيف 200,000 هتتضرب في دلتا بي، بس دلتا بي اصلا بكام؟ بزيرو. يبقى خلاص ده طار. ال 350 هتتضرب في دلتا كيو، يبقى ده أول حاجة 350 في دلتا كيو. النيجاتيف 150 في دلتا ار، بس أصلاً دلتا ار بزيرو. إذا دي الإيكويشن الأولانية. طب الإيكويشن الثانية نيجاتيف 200، خد الصف ده في العمود. طب أول رقمين أصلاً بصفار. نيجاتيف 300 هتتضرب في دلتا ار، دلتا ار أصلاً بزيرو. يبقى كده النيجاتيف 200 لغايه دلوقتي نيجاتيف 300 في دلتا ار بزيرو. 300 في دلتا كي، ادي دلتا كي مش معروفه، يبقى ادي 300 في دلتا كي، يبقى دي الايكويشن الثانيه. طب جبنا مين من هنا؟ دلتا كيو بكام ودلتا كي بتساوي كام؟ كده احنا حلينا طلعنا الديسبيسمنت الانونز بتساوي كام. ماشي. في حاجه صعبه؟ في حاجة مش مفهومة؟ طيب ايه ده لو صعب وانا مش مفهومة؟ مفيش أي حاجة طيب؟ تمام. ماشي طيب خير. اوكي طيب اللي حصل ده هو اللي البروجرامز بتعمله. يعني ايه بقى يا جماعة؟ طبعا اللي انا هقوله ده هو انت مش هتعمله في حياتك، لكن تبقى فاهم انت لما تيجي تشتغل بعد كده ببروجرام زي الساب او الايتابس هو البروجرام ده بيعمل ايه. بص تعال نقول ان المساله بتاعتنا بقى في البروجرام مش اربع نقط. تمام جميل. ومش كل نقطه في عندها ديسبيسمنت واحده بس افقيه، لا ده المساله بتاعتنا بيبقى فيها 200 نقطه او اكتر. والنقطة مش بس عندها حركة أفقية، إنما عندها حركة أفقية وحركة رأسية أدي اتنين، وحركة لجوه في الاتجاه التالت أدي تلاتة، وروتيشن حوالين محور إكس أدي أربعة، وروتيشن حوالين واي أدي خمسة، وروتيشن حوالين زد أدي ستة. يعني كل نقطة في المسألة الكبيرة بتاعتنا لما بنيجي نحل بقى مبنى مثلا ده فيها
ستة deformations مش deformation واحدة. فلو المسألة بتاعتنا فيها 200 نقطة في ستة deformations يعني يطلع فيها كم؟ 1200 deformation. يعني الماتريكس بتاعت الفورس يبقى فيها 1200 رقم والماتريكس بتاعت الدلتا يبقى فيها 1200 رقم. البروجرام علشان ما يقعدش يكتب معادلات في مجاهيل ويقعد يدور لها على حلول بيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي يعمل فصل. ال 1200 دول اللي هم في المسألة بتاعتنا اربعة اصلا وليكن منهم 600 الديسبليسمنت بتاعتهم اصلا معروفة زي دول كده و600 تانيين الديسبليسمنت بتاعتهم مجهولة زي دول كده. اوكي؟ يبتدي يروح يدور على الديسبليسمنتس المجهوله اللي هم 600 ديسبليسمنت المجهول فيكون لهم المعادلات اللي قدامهم بتاعه الفورسز. فيكون كم معادله؟ ما يكونش 1200 معادله، امال يكون كام؟ يكون 600 بس اللي الديسبليسمنت بتاعتهم مجهوله. ويحل بقى عشان ده كمبيوتر ده بروجرام، يحل ال 600 معادله في ال 600 مجهول. طبعا بيحلهم ما فيش يعني بيحلهم في 10 ثواني مثلا، يحل 600 معادله في 600 مجهول فيطلع لك ايه في الاخر؟ يطلع لك ال 600 مجهول الديسبليسمنت. تمام كده؟ وانس انه جاب 600 انون اللي هم الديسبليسمنت، خلاص الماتريكس دي بقت كلها على بعضها معروفه والماتريكس بتاعت الكي كلها على بعضها معروفه. فيبقى ايه اللي ناقص له؟ اللي ناقص له في مسالته انه يطلع الرياكشن، فيقدر يكون ال 600 معادله التانيين فيجيب منهم ال 600 رياكشن الناقصين. فده اللي البروجرام بيعمله. احنا بناخد الموضوع زي ما اتفقنا بصوره مبسطه خالص، احنا بناخد البار اليمنت. لما نيجي نصعب الموضوع شويه المحاضره الجايه هنبتدي ننقل على حاجه اصعب شويه، نخلي البار اليمنت نايم عشان ندخل منه على ان احنا ازاي نحل تراس بالطريقه بتاعت الاستيفنز. تمام؟ وبرده لما هنحل تراس احنا هنحل تراس في 4 نودز مثلا، في 6 نودز، لكن انت في الحقيقه لما تيجي تحل تراس زي اللي انتوا بتعملوه في الستيل دلوقتي، التراس ما بيبقاش 4 نودز و6 نودز، التراس ممكن يبقى فيه 20 نودز مثلا، مفيش مشكله خلاص، ما هي نفس الطريقه نفس الكونسبت، هو ده اللي احنا هنحل بيه. تمام؟ لما نصعب الموضوع شويه هندخل نتكلم على البيمز. تمام؟ نبتدي نحل الكاميرا كونتينوس من الكاميرات اللي كنا بنشوفها السنين اللي فاتت. وبعدين نصعب شويه ندخل على الفريم، نبتدي نحل فريم من الفريمز اللي كنا بنشوفها المره اللي فاتت. بس في جميع الاحوال احنا مش عايزين نديلك 20 معادله في 20 مجهول وتقعد في وسط الامتحان ولا في وسط الاساينمنت عمال تحل فيه وانت مش فاهم ايه ده. ماشي؟ لكن انا عندي ان انت اديلك حاجه زي اللي قدامنا، حاجه بسيطه جدا. ممكن تبقى الناس كتير بتبقى مستدفيها الكلام ده، ايه ده والله بتاع، مش مشكله، بس هو المهم ان انت تبقى فاهم ايه هي الارقام اللي بتتحط هنا، علشان اللي منكم يحتاج في وقت من الاوقات لما يشتغل ولا لما يتعرض لحاجه زي دي في حياته، ولا لما يطلع يشتغل في شركه، ولا لما يجي بعد كده يعمل ريسيرش في حاجه، يبقى على الاقل لو احتاج يدخل جوه الماتريكس يبقى عارف هو الرقم ده بيمثل ايه، ويعرف بقى هو بعد كده يطور من نفسه ويطور من الموضوع ويشوف هو هيحتاج. تمام؟ طيب نرجع للموضوع، جبنا الدلتا كي والدلتا كي، عايزين نجيب بقى الاف بي والاف ار. طيب نجيبهم ازاي؟ في منتهى البساطه كون معادله اف بي ومعادله اف ار، كل حاجه بقت معروفه. يعني حاجه اقول اف بي بتساوي ال 200 في دلتا بي، دلتا بي اصلا بزيرو خلاص، النيجاتيف 200 في دلتا كيو يبقى نيجاتيف 200 في دلتا كيو، ودلتا كيو موجود عندنا. ركزوا معايا كده في الاشاره بقى، نيجاتيف 200 يعني اشاره نيجاتيف، دلتا كيو اشارتها بوزيتيف، يعني يطلع الاف بي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. برافو، جميل، نيجاتيف. طيب نيجاتيف 28 يعني ايه نيجاتيف؟ يعني مع الاتجاه ده اللي هو البوزيتيف دايركشن ولا عكسه؟ عكس الاتجاه. عكسه، برافو. يبقى اف بي الصح بتاعها ان هي ناحيه الشمال. طيب عايز اكون الايكويشن بتاعت اف ار، ادي اف ار، الرقم ده في دلتا كيو، دلتا كيو مش معروفه فعلا، حلو، يبقى اف ار بتساوي نيجاتيف 150 في دلتا كيو، 450 في دلتا ار، دلتا ار اصلا بكام؟ زيرو. طيب نيجاتيف 30 في دلتا كي، ادي نيجاتيف 30 في دلتا كي.
تمام حلو قوي. طيب اذا كده جبنا الاف ار بتساوي كام؟ ماشي جميل، جبنا الاف ار بتساوي 178 بالبوزيتيف، يبقى مع الاتجاه اللي احنا فرضينه يبقى ناحيه اليمين وقيمتها 178 ناحيه اليمين. طيب احنا جبنا الرياكشنز. طيب ساعات بقى بنطلب منكم ان انتوا كمان تطلعوا لنا الانترنال فورسز. الانترنال فورسز نقدر نجيبها من الرياكشنز، يعني وانس ان انت عرفت الاف بي والاف ار تقدر ترسم النورمال فورس دايجرام على طول، مش محتاج تعمل الستيب اللي جاي. لكن زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، احنا ليه بنتعلم ان احنا نجيب الانترنال فورسز من جوه اللوكال ستيفنس ماتريسيز؟ علشان خاطر ده اللي احنا هنحتاجه بعد كده، تمام؟ فاحنا عايزين نبقى متعلمين كمان ازاي نقدر نطلع الانترنال فورسز من اللوكال ستيفنس ماتريسيز. طيب فكل اللي بنعمله ان احنا بنروح لكل ممبر لوحده، ادي الممبر ده، انا عشان اعرف اجيب الفورس اللي في بدايته وفي نهايته محتاج حاجتين، محتاج اللوكال ستيفنس ماتريكس ودي معروفه اصلا، ومحتاج الاثنين ديسبيسمنتس اللي في بدايته ونهايته، ودلوقتي دول بقوا معروفين. يعني لو مسكت الممبر الاولاني الدلتا بي اصلا بزيرو، والدلتا كيو احنا لسه جايبينها حالا، فانا لو جيت هنا حطيت الدلتا بي بتساوي زيرو والدلتا كيو معايا، اقدر احسب الاثنين دول بكام. لو رحت للممبر اللي بعده محتاج الدلتا كيو والدلتا ار، الدلتا كيو موجود عندنا، الدلتا ار اصلا بزيرو، اذا لو حطيت دول اقدر احسب الاثنين دول بكام. اخر واحد محتاج الار والكي، دلتا ار بزيرو، دلتا كي احنا لسه جايبينها اهي، تقدر تحطها. اذا برضو كل حاجه هنا بقت معروفه، اقدر احسب الاثنين دول بكام والاثنين دول بكام والاثنين دول بكام. اي واحده عايز احسبها بعمل ايه؟ صفف عمود، يعني ال 200 في دلتا بي، النيجاتيف 200 في دلتا كيو، جبنا دي. عايز اف كيو بي، النيجاتيف 200 في دلتا بي، ال 200 في دلتا كيو، جبنا دي. طبعا اللي هيطلع هتلاقي كل ممبر بيطلع لك واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. طيب تعال نحطهم على الممبر، دي الممبرز اللي احنا فصلناها في الاول. لما اجي اقول لك اول واحد نيجاتيف 28 اللي هو عند نقطه بي، اذا الفورس دي عكس الاتجاه، يبقى بي كيو دي عكس الاتجاه. طيب اف كيو بي فين؟ اف كيو بي اهي 28، يبقى مع الاتجاه البوزيتيف اللي هو ناحيه اليمين. دايما هتلاقي واحد بيطلع بوزيتيف وواحد بيطلع نيجاتيف، لان لازم من الاكوليبريم الاثنين يبقوا عكس بعض. طيب وهكذا نقدر نشوف الباقيين هيطلعوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تقدر ترسم بعد كده انت النورمال فورس دايجرام، اول ممبر ده الفورسز خارجه منه يمين وشمال، يبقى ده عليه تنشن قيمته 28. اللي بعديه الفورسز داخله عليه، يبقى ده عليه كومبريشن قيمته 21. اللي بعديه الفورسز داخله عليه، يبقى ده عليه كومبريشن قيمته 200. وتشيك على الكلام ده بمنتهى البساطه ازاي؟ شوف الفرق ده كام؟ هو الفرق ما بين ال 200 وما بين ال 21 وشويه ده يطلع كام؟ ده يطلع 178. لو حد يفتكر ال 178 ده هو الرياكشن اللي كان موجود هنا لما جبناه من شويه. الفرق ما بين ال 21 وال 28 هو مين؟ هو ال 50 اللي موجوده هنا، عشان تتاكد ان انت راسم النورمال فورس دايجرام مظبوط. تمام؟ اذا احنا بالكلمتين دول نقدر نحل اي حاجه فيها اي عدد من النودز. اربعه بقى، خمسه، 10، 3، 2، ال 10 دول فيهم 6 معروفين واربعه مجهولين، ما هياش فرق، في الاخر هي شويه معادلات في شويه مجاهيل. وتاكد ان احنا في الامتحان مش هنجيب لك مثلا مساله فيها 100 نود، مش هنجيب لك مساله فيها 6 نودز خمسه منهم النون فتقعد تحل خمس معادلات في خمس مجاهيل، لا مش هنعمل كده. اخرنا هتحل معادلتين في مجهولين، 3 في 3 ده، يبقى احنا كده يعني ايه؟ يعني بوظنا الدنيا يعني. ماشي، بس فانت مش هتقعد تحل معادلات في مجاهيل مش هتضيع وقت فيها، انت زي المسائل الموجوده قدامنا. يعني مهما كترنا عدد النودز في الاخر انت بتحل معادلتين في مجهولين، 3 في 3 مش هيبقى اكتر من كده ابدا. تمام؟ طيب حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اي حاجه؟ تمام. طيب خير، جميل، ماشي. طيب دي المسألة اللي احنا لسه حليناها يا جماعة، صح؟
تعالوا نعمل حاجة بسيطة في المسألة دي. لو أنا مسكتها وخليتها كده يجرى حاجة؟ تقول لي لا استنى نرجع فيه. ادي المسألة نقطة B اهي، نقطة K اهي، حلو. انا لفتها، ادي نقطة B وادي نقطة K، تمام. نفس الخمسين ونفس المتين، الاتجاه البوزيتيف من B لK، الاتجاه البوزيتيف من B لK. فانا لو لفيت المسألة هي هي بالظبط. ليه بقول لك كده؟ مش لازم كل المسائل اللي تشوفها او تقابلها تبقى البار إلمنت افقي، ما هو ممكن يبقى راسي، عشان زي ما بنقول الليكتشر اللي جايه هناخد تراس. فالتراس بيبقى فيه الابر كورد واللور كورد، دول هوريزونتال ممبرز، وفي فيرتيكال ممبرز، وبعدين كمان هنزود بقى عليهم المره اللي جايه لو في دايجونال ممبر هنعمل ايه. فالبار إلمنت ممكن يبقى هوريزونتال ممكن يبقى فيرتيكال، بس نتفق اتفاق. طيب الهوريزونتال الطبيعي ان محور اكس البوزيتيف ناحيه اليمين، الفيرتيكال الطبيعي ان محور واي البوزيتيف لفوق، اذا دي بوزيتيف دايركشنز او الجلوبال دايركشنز اللي احنا متفقين عليها. لو حاجه غير كده لازم نرسمها لك، يعني لو انا عايز في المساله اخلي مثلا البوزيتيف اكس ناحيه الشمال لازم ارسمه لك، الواي عايز اخليه بوزيتيف لتحت لازم ارسمه لك. لكن لو انا ما جبتش سيره عن البوزيتيف دايركشنز الجلوبال، اذا الاكس يمين والواي فين؟ لفوق. ده اتفاق، تمام؟ ماشي. طيب دي نفس المساله اللي فاتت بالظبط، يعني نفس اللوكال ستيفنس ماتريسيز، بس بدل ما الممبرز كانت هوريزونتال الممبرز كانت فيرتيكال. بدل ما جبنا الدلتا كيو والدلتا كي هوريزونتال بقوا فيرتيكال، لكن هي نفس المساله بالظبط بنفس كل حاجه. دايما في الحاجات اللي زي دي انا بقول لك ايه، لف الورقه، لو هي يعني الموضوع صعب لف الورقه. اذا هي نفس الجلوبال ستيفنس ماتريكس اللي احنا كونناها قبل كده بالظبط، مفيش اي فرق خالص. طيب عايز بقى ابتدي العب معاها شويه. طيب ازاي؟ تعال نقول ان نقطة B حصل عندها settlement 3 ملي لتحت. نقطة B حصل عندها settlement اتحركت لتحت 3 ملي. نيجي الاول سؤال اللي دايما بنتسأله جاوبناه قبل كده، ايه هو؟ هو ازاي نقطة B في عندها support ومع ذلك بتتحرك؟ ازاي ده hinged support بيمنع الحركة الرأسية ومع ذلك بتتحرك؟ قلنا قبل كده ان السيتلمنت ده بيحصل مش نتيجه الاحمال، السيتلمنت ده بيحصل نتيجه حاجه خارجيه بتاثر على الاستراكشر. زي ما يبقى عندي عماره وحصل ان منسوب الميه الجوفيه عالي، فالسويل تحتها ضعفت، فحصل هبوط لاعلى من القواعد بتاعه العماره. الهبوط ده ما حصلش نتيجه تاثير الاحمال بتاعه العماره، ده حصل نتيجه ضعف في السويل، فالسويل هبطت. يعني بالنسبه للعماره القاعده دي كانها هي السبورت اللي بيمنع الحركه، وهو فعلا كان مانع الحركه. في نتيجه مؤثر خارجي القاعده دي هبطت، ده مش نتيجه الاحمال اللي موجوده. تمام؟ طيب فحصل عندنا سيتلمنت قيمته 3 ملي. عايز ارجع تاني اجيب يا ترى تحت تاثير السيتلمنت ال 3 ملي والاحمال اللي موجوده دي، يا ترى الرياكشنز هتبقى كام؟ الانترنال فورسز هتبقى ايه؟ الديسبيسمنتس هتبقى ايه؟ طيب حد يعرف يقول لي بقى عشان ادخل السيتلمنت ال 3 ملي جوه الماتريكس اللي قدامنا دي اعمل ايه؟ بقى كده الدلتا بي نون معايا. جميل، برافو. الدلتا بي بقت نون، ما بقتش زيرو. هي كانت نون على فكره، بس كانت نون بكام؟ بزيرو. لكن هي دلوقتي بقت نون بس مش بزيرو، امال بكام؟ بال 3 ملي. نيجاتيف 3. برافو. اولا هي 3 ملي، بس النيجاتيف علشان ال 3 ملي بتحصل لتحت، يعني عكس البوزيتيف دايركشن اللي احنا شغالين عليه. مش بس كده، احنا كل اللي كنا شغالين بيه الستيفنس كيلو نيوتن بير متر والديسبيسمنتس بالمتر، فهي ما تبقاش 3 ملي، هي تبقى 3 على 1000 علشان تبقى بالمتر. اذا دلتا دي تبقى نيجاتيف 0.003، 3 على 1000. صح؟ قبل كده كانت كام؟ قبل كده كانت زيرو، فهي ستيل نون، سواء بقى بزيرو او بنيجاتيف 0.03 هي نون. في اي حاجه ثانيه تتغير في المساله؟ يعني هل ال 50 وال 200 اختلفوا؟ لا، ما هم موجودين اهم. تمام؟
اف دي واف ار لا موضوع الانونز لسه عايزين نجيبهم. طب الاستيتنس ماتريكس الجلوبال تختلف اذا كان في سيتلمنت او في احمال ولا ما تختلفش؟ تختلفش لان هي بتعتمد على مين؟ كل دول مين؟ اي واي وال. هل الممبرز الاطوال بتاعتها اتغيرت؟ لا. هل الاي مودرس اوف الاسيست اتغير؟ لا. هل الاريا اتغيرت؟ لا. اذا دي ما بتتغيرش طالما ان تكوين الممبرز هو هو، دي ما بتتغيرش. طيب يعني اقدر اجيب الديسبيسمنتس الجديده؟ اه تقدر. كون المعادله بتاعت ال50 زي قبل كده صف في عمود، بس المره دي لما تيجي تقول ال50 اهي بتساوي النيجاتيف 200,000 هتضرب في دلتا بي. قبل كده الدلتا بي كانت بزيرو، المره دي دلتا بي مش بزيرو، المره دي دلتا بي بنيجاتيف 0.003. بعد كده 350 في دلتا كيو، دلتا كيو مش معروفه، حط 350 في دلتا كيو. بعد كده نيجاتيف 150 في دلتا ار، دلتا ار بزيرو خلاص. كون المعادله بتاعت النيجاتيف 200 اهي، نيجاتيف 300 في دلتا ار، دلتا ار اصلا بزيرو. طيب 300 في دلتا كي خلاص، يبقى دي بتساوي 300 في دلتا كي. طب عندي معادلتين في مجهولين، اقدر اطلع الدلتا كيو واقدر اطلع الدلتا كي. فطلعنا الدلتا كيو بتساوي كام والدلتا كي بتساوي كام. جميل. اقدر بعد كده اخد الدلتا كيو والدلتا كي زي المساله اللي فاتت، احطهم هنا واجيب الرياكشنز واجيب الانترنال فورسز وارسم الانترنال فورسز دايجرام واعمل كل اللي انا عايزه في المساله. في مشكله كده يا جماعه؟ لو في سيتلمنت، هل في مشكله ان احنا ندخله جوه الجلوبال ستيفنس ماتريكس ونجيب منه ديسبيسمنت ونجيب منه رياكشنز؟ حد مش فاهم عملنا ايه دكتور؟ هو انا هنا دكتور يعني انواع المسائل بيقول لي سيتلمنت 3 مللي في بي، مفيش مثلا ممكن يبقى 3 مللي دول ما يبقوش في بي بس؟ يعني احنا هنا يعني اعتبرنا ان السيتلمنت ده حصل عند بي فبي هي اللي نزلت صح؟ إيه؟ مفيش مثلا ليه ما اعتبرناش ان ال 3 مللي دي ناتجه عن اللي فوق برضو؟ يعني هو بي اه نزل بس كيو مثلا اتحرك بنسبه وار اتحرك بنسبه وكي اتحرك بنسبه. جميل. ما هو ده اللي حصل. ازاي؟ هو احنا هنيجي للحته دي دلوقتي بس خليني اقولها. طيب انت نقطه بي اتحركت لتحت كام؟ 3 مللي. هل ال 3 مللي دي اثرت على نقطه كيو ولا ما اثرتش؟ اثرت. اثرت ازاي بقى؟ بدليل ان انت لما جبت الديسبيسمنت بتاعت نقطه كيو، هل دي هي اللي كانت طالعه في المره اللي فاتت تحت تاثير الاحمال بس ولا اختلفت؟ هي اختلفت وحواليك الفرق ده دلوقتي. اذا السيتلمنت اللي حصل هنا اثر على نقطه مين؟ اثر على نقطه كيو. لكن الفكره كلها بتبقى في ايه؟ ان مين اللي ابتدى؟ يعني السيتلمنت اللي حصل اللي هو نتيجه مؤثر خارجي ده ابتدى يحرك مين؟ ابتدى يحرك نقطه بي والباقي اتأثر بيه، بس هو ابتدى يحرك نقطة دي. القاعدة لما هبطت هي دي القاعدة اللي هبطت. أثرت على المبنى، أثرت على المبنى عشان كده رايح أشوف تأثيره أهو لما بجيب الديفورميشن. بنفس الأسلوب أنا لما أجي أقول هي ال 200 دي هتعمل إيه؟ مش هتحرك نقطة كي؟ أه هو ده بداية التأثير. لكن هل نقطة كي بس اللي هتتحرك ولا الباقي هيتحرك؟ الباقي هيتحرك علشان كده بروح أشوف الديسبيسمنتس دي بتساوي كام. واصلة؟ تمام يا دكتور شكرا. طيب تمام نعم ماشي. عشان بقى نفهم الحته اللي الباشمهندس كان بيتكلم عليها تمام، بنعمل ايه يا جماعه؟ تعال نمسك المساله دي واقول لك حل المساله ثلاث مرات وانت هتفهم كل حاجه. ايه الثلاث مرات دول؟ حل المساله الاول تحت تاثير الفورسز بس ومفيش سيتلمنت. عملنا ده النهارده ولا ما عملناهوش؟ قولوني حلينا المساله دي تحت تاثير ال 50 وال 200 بس بدون السيتلمنت، عملنا كده ولا ما عملناش؟ ايوه عملنا. جميل. حل المساله تاني تحت تاثير السيتلمنت بس، عملنا ده ولا لسه؟ لسه لسه. تالت حاجه حل المساله تحت تاثير السيتلمنت واللودز، عملناه ولا ما عملناهوش؟ عملناه. احنا من شويه حلينا المساله تحت تاثير اللودز بس، ادي اول حاجه. دلوقتي حلينا المساله تحت تاثير اللودز وسيتلمنت، ادي ثاني حاجه. تعال بقى نحل المساله كمان مره تحت تاثير سيتلمنت بس.
يعني ايه؟ يعني ما فيش ال 250 دول مش موجودين. اوكي؟ تقول لي ايه ده؟ هيحصل حاجه؟ يعني لو ما فيش احمال وفي سيتلمنت هيحصل حاجه ولا مش هيحصل؟ منتظرين ايه؟ متوقعين ايه؟ هيحصل اكيد، هيبقى الفرق بين ال displacement لما حليناها باللودز وال settlement وما حليناها باللودز بس. جميل جميل. طب تعالوا نشوف ايه اللي يتغير هنا بقى. الجلوبال ستيفنس ماتريكس تتغير ولا لا؟ لا يا دكتور. لا تعتمد على مين يا جماعه؟ اي واي وال. هل بقى في لودز او سيتلمنت او الاثنين؟ هل الاي والاي والال اتغيروا؟ لا. اذا دي ثابت. طيب امسك دي كده وقول لي ايه اللي يتغير فيها؟ ال 50 ولا ال 200؟ مالهم؟ هيبقى اصفار. مفيش بالظبط. انا لا عندي 50 ولا عندي 200، ما عنديش احمال اصلا. تمام؟ فالاثنين دول معلش انا اسف، الاف بي هتفضل زي ما هي، ال 50 وال 200 دول هيبقوا بكام؟ هيبقوا باصفار. صح كده؟ مفيش. لكن الاف بي والاف ار هيفضلوا زي ما هم. طيب هنا ماتريكس بتاعت الديسبيسمنت فيها حاجه تتغير ولا لا؟ لا يا دكتور. السيتلمنت هيفضل زي ما هو. الدلتا كيو والدلتا كي هيفضلوا مجهولين. الزيرو اللي هو عند نقطه الار هيفضل زي ما هو. اذا دي هتفضل زي ما هي. صح؟ طيب هتكون المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه علشان تروح تجيب الانونز اللي هم دلتا كيو ودلتا كي، فهتطلع دلتا كيو ودلتا كي نتيجه السيتلمنت بس. صح كده؟ جميل. اذا هتجيب الدلتا كيو والدلتا كي نتيجه السيتلمنت بس. طيب يبقى تعالى نقول كده، احنا مسكنا المساله دي دلوقتي حليناها ثلاث مرات. بص كده، المرة الأولانية أنا آسف معلش، قبل بس ما نقول حليناها ثلاث مرات، أنا عايز أوريكوا الـ internal forces اللي هتطلع نتيجة الـ settlement. الـ internal forces اللي هتطلع نتيجة الـ settlement. أنا بعد ما جبت الدلتا كيو والدلتا كي نتيجة الـ settlement اللي هما الاثنين دول، بعد ما جبنا الاثنين دول، تعالى نروح هنا ونحطهم جوه اللوكال ستيفنس ماتريسيز ونشوف الانترنال فورسز اللي هتطلع هتبقى بتساوي كام. تمام؟ طيب فتعالى نشوف هنا الانترنال فورسز اللي هتطلع دي بتساوي كام. هنحط الدلتا بي وهنحط الدلتا كيو والار والكي. طيب دلتا بي اللي هي بتاعت السيتلمنت اللي هي نيجاتيف 0.003 اهي. دلتا كيو اللي احنا لسه جايبينها من شويه. دلتا ار عشان في هنج سبورت طلعت بزيرو. دلتا كي طالعه لي من الحسابات اصلا بزيرو، وهقول لكم هي ليه طلعت بزيرو. تمام؟ دي الدلتا كيو والدلتا كي اللي احنا لسه جايبينهم نتيجه السيتلمنت. هنطلع الانترنال فورسز زي ما عملنا قبل كده. طيب بص بقى الانترنال فورسز طلعت ايه؟ اول ممبر طلع نيجاتيف 257 و257، يعني الممبر ده لما تيجي ترسم الانترنال فورسز بتاعته هتلاقيه طالع عليه تنشن قيمته 257. الممبر الثاني نفس الكلام هتلاقيه طالع عليه تنشن 257. اخر ممبر طلع عليه زيرو. حد يقدر يفسر ليه دول طلع عليهم تنشن وده ليه طلع عليه زيرو؟ حد يقدر يفسر ليه الشكل ده طلع تحت تاثير السيتلمنت بس مفيش احمال؟ ده تحت تاثير السيتلمنت بس، لان تحت تاثير السيتلمنت الرولر سبورت اتحرك فنقل القوه من الممبر بي كيو لكيو ار، اما بعد كده الهنج سبورت كان ثابت فما حصلش حركه في الممبر ار كي عشان كده ما فيش اي فورس. برافو ممتاز. بصوا كده، بصوا على نقطه ار دي هنج سبورت وبالتالي النقطه دي منع الحركه الراسيه تماما. تمام؟ اللي حصل ايه؟ كانك بالظبط عندك قلم وانت ماسك القلم من نصه كده. النقطه اللي تحت بتاعت القلم دي نزلت لتحت. فايه اللي حصل في الجزء ده بتاع القلم؟ النقطه دي ثابته والنقطه دي نزلت لتحت، ايه اللي حصل في الجزء ده؟ اتشد، انضغط، طوله زاد، طوله قل.
شد يا دكتور. طوله زاد ولا قل طيب؟ طوله هيزيد. طوله هيزيد. عشان كده ده جاله تنشن. طب انت ماسك القلم من نصه. في اي حاجة بتأثر على الممبر ده من فوق؟ لا. لان السيتلمنت كله بيحصل تحت. فالممبر ده مفيش اي حاجة بتأثر عليه من فوق. وبالتالي هل هو حاسس بالسيتلمنت اللي حصل هنا؟ لا. لان النقطة دي نقطة ثابتة خلاص. منعت ان اي حاجة تتنقل من هنا لهنا. اذا نقطة كي طلعت الديسبليسمنت بتاعتها بتساوي كام؟ بتساوي زيرو لان هي مش حاسة بالسيتلمنت اللي بيحصل تحت. فاهمين يا جماعة؟ ماشي. طيب. يبقى تعالى نقول تاني معلش. احنا حلينا المسألة دي النهاردة ثلاث مرات. بنفس الجلوبال ستيفنس ماتريكس، ايه اللي كان بيتغير في كل مرة؟ الماتريكس بتاعت الفوز والماتريكس بتاعت الكي. طيب تعالى نقول. حليناها نتيجة الأحمال، حطينا ال 250 دول في الماتريكس بتاعت الفوز. وكانت الدلتا ار والدلتا بي اصلا بكام؟ الدلتا ار والدلتا بي بيساوي زيرو. حلينا المساله دي اول مره تحت تاثير الاحمال، جبنا الدلتا كيو بكام والدلتا كي بكام. دي اول مره. تاني مره رحنا حلينا نتيجه السيتلمنت، مفيش لودز خالص في المساله ونقطه دي بتنزل لتحت 3 مللي. طالما مفيش لودز في المساله يبقى ال 50 وال 200 دول مش موجودين، دول بصفار. والدلتا بي والدلتا ار مش الاثنين بصفار، دلتا بي بيحصل عندها سيتلمنت فالرقم ده هيبقى نيجاتيف 0.003. رجعنا جبنا الديسبيسمنت بتاع كيو كي تحت تاثير السيتلمنت بس طلعت كده. كمان مره النهارده رجعنا حلينا المساله تحت تاثير الاحمال والسيتلمنت الاثنين مع بعض. فحطينا ال 250 دول في الماتريكس بتاعت الفورسز وحطينا السيتلمنت في الماتريكس بتاعت الديسبيسمنت. وجبنا برضو الدلتا كيو والدلتا كي المرة التالتة تحت تأثير اللودز والسيتلمنت. بص على الأرقام وانت تبتدي تفهم هو ايه اللي حصل. بص على دلتا كي الأول. دلتا كي من اللودز كانت طالعة نيجاتيف 6.67 في 10 أو نيجاتيف 4. من السيتلمنت كانت طالعة 0. من اللودز والسيتلمنت فضلت نيجاتيف 6.6 اللي هي بتاعت اللودز بس. يعني كأني بالظبط بجمع ده على ده، كأني بعمل سوبر بوزيشن. بص على دلتا كيو، من اللودز كانت طالعه 1.4 بالبوزيتيف في 10 فور نيجاتيف 4. من السيتلمنت طالعه بالنيجاتيف بس تايمز 10 فور نيجاتيف 3. يبقى من اللودز والسيتلمنت الرقم ده يتجمع على الرقم ده، يبقى نيجاتيف 1.7 تايمز 10 فور نيجاتيف 3 بلس 1.4 تايمز 10 فور نيجاتيف 4، فتلاقيه طلع 1.57 بالنيجاتيف تايمز 10 فور نيجاتيف 3. اوكي. اذا انت ممكن تحل المساله لودز بس، ممكن تحل المساله سيتلمنت بس، ممكن تحل المساله تحت تاثير الاثنين. طب هو الحياه فيها ايه؟ الحقيقه فيها ايه؟ الحقيقه فيها الاثنين دايما. لان انا لما بيبقى عندي عماره، العماره عليها احمال وبالتالي الديفورميشنز اللي حاصله فيها تحت تاثير الاحمال. طب لو حصل سيتلمنت السبورت من السبورت ممكن احله لوحده واطلع تاثير السيتلمنت، لكن الحقيقه فيها ايه؟ الحقيقه فيها لودز وسيتلمنت، فلازم ارجع اجمعهم على بعض في الاخر. تمام؟ طب ده الحقيقه، الحقيقه ان هما الاثنين مع بعض. لكن احنا في المسائل ممكن نسهل عليك، ممكن نطلب في المساله لودز بس، ممكن نطلب سيتلمنت بس. ممكن اخليك تحل لودز وبعدها تحل سيتلمنت واقول لك قول لي بقى التاثير بتاع الاثنين مع بعض هيبقى ايه؟ فتجمعهم على بعض. تمام؟ لو حد عنده اي سؤال يسال. دكتور معلش هسال على حاجه. لو ال 50 كيلو نيوتن اللي عند الكيو دي مش موجوده عند الكيو، موجوده عند البي دلوقتي، هتبقى اف كيو بزيرو، والاف بي هتبقى اف بي بلس ال 50 بالظبط كده. هيبقى ساعتها النقطه بتاع البي في عندها الرياكشن اللي اسمه اف بي، بالاضافه للرياكشن ده في فورس كده 50 هتشوفيها كمان 5 دقايق كده، يبقى ساعتها اف بي بلس 50 بالظبط. تمام تمام. ايه كمان؟ طيب جميل.
طيب اخر حاجه ناخدها النهارده ودي يعني بتبقى غلسه شويه، يعني ايه من الحاجات اللي بتبقى صعبه شويه في الفهم، فاحنا هنشرحها. حاولوا تركزوا كده وتفهموها. موضوع متفهم كويس خير وبركه، ما تفهمش كويس نبقى نعيده تاني سواء بقى في المره الجايه او في السكشن. تمام؟ فيعني هو الموضوع بتاع التمبريتشر عامه بيبقى صعب شويه. طيب التمبريتشر تعالى بنقول يعني ايه تمبريتشر انكريز 20 ديجري. الطبيعي دلوقتي في اي مبنى المبنى بيحصل فيه تغير في درجات الحرارة. ازاي بيحصل تغير في درجات الحرارة؟ انت دلوقتي وليكن درجة الحرارة بالليل 20 درجة، الصبح درجة الحرارة توصل في الظهر لمثلا 35 درجة. اذا المبنى ده كان في درجة حرارة 20 وصل لكام؟ 35. يعني درجة الحرارة بتاعته زادت كام؟ زادت 15. طب درجة الحرارة ما تزيد، ده مش هيأثر على المبنى؟ بيأثر طبعا، لان لما درجه الحراره تزيد المبنى بيبقى عايز يحصل له ايه؟ عايز يتمدد. طب هل هو هيعرف يتمدد براحته ولا لا؟ ده سؤال. طيب درجه الحراره ممكن تقل، درجه الحراره الصبح 35 بالليل بقت 20، اذا درجه الحراره قلت 15 درجه. يعني المبنى عايز ينكمش، طب هو هيعرف ينكمش ولا لا؟ ده سؤال. كمان مش بس كده، في المناطق بقى الصحراويه لما تكون بس بتتكلم على مصنع في الصحراء، درجة الحرارة الصبح وبالليل مش 20 و35، ده ممكن توصل 10 بالليل، ممكن توصل 50 الصبح. إذا بيحصل زيادة ونقص في درجات الحرارة بقيم كبيرة. إحنا عايزين نشوف بقى تأثير ده على المبنى، هيفرق ولا مش هيفرق؟ ماشي؟ التلاجات بتاعة الخضار والفاكهة، مش التلاجات اللي في بيتنا، التلاجات بتاعة المصانع. تمام؟ التلاجات دي بتبقى درجات الحرارة بتاعتها قليلة لأن دي تلاجة، بره بتبقى درجة الحرارة عالية لأن ده الشارع الجو العام يعني. طيب فكل ده بنسميه تغير في درجات الحرارة. عايزين نشوف بقى الإفكت بتاع التمبريتشر ده على المبنى. تعالى نقول كده لو إحنا عندنا ممبر عادي خالص بدايته ونهايته أهو، وبدايته ونهايته مسموح لهم إن هم يتحركوا، ما فيهمش أي حاجة خالص بتحصل. تمام؟ ودرجة الحرارة هنا زادت 20 درجة. تمام؟ الممبر ده هيبقى عايز يحصل له ايه؟ تخيل كده ان درجة حرارة الممبر ده زادت، الممبر عايز يحصل له ايه؟ يتمدد. يعني النقطة دي عايزة تتحرك يمين والنقطة دي عايزة تتحرك شمال. صح؟ طب لو الممبر ده كده بدايته ونهايته مفيش أي حاجة بتمنعهم من الحركة، إيه اللي هيحصل؟ الممبر ده هيتمدد ناحية اليمين وهيتمدد ناحية الشمال، صح؟ هيحصل زيادة في طول الممبر، ده مفيش حاجة ماسكاه خالص، ده براحته تماما. هيحصل زيادة في طول الممبر، الزيادة دي بنسميها دلتا اللي ناتجة عن التمبريتشر دلتا تي. ليها إيكويشن، الإيكويشن بتاعة الزيادة في طول الممبر أو النقص طبعا نتيجة تغير درجات الحرارة ليها إيكويشن، الإيكويشن دي اسمها ألفا في ال في تي، بتعتمد على ثلاث حاجات. بتعتمد على التمبريتشر نفسها، كل ما زادت كل ما التغير في طول الممبر ده زاد، درجة الحرارة لما زادت 20 درجة غير 30 غير 40. طيب بتعتمد على ال L طول الممبر، كل ما طول الممبر زاد كل ما الممبر بقى فليكسبل أكتر، وبالتالي لما أثر عليه بزيادة في درجة الحرارة يتمدد مسافة كبيرة. فكل ما ال L زادت كل ما الدلتا زادت. واخر حاجة عندنا اسمها الفا، ايه الالفا دي؟ بيسموها الـ expansion coefficient او الـ thermal expansion coefficient، معامل التمدد الحراري. تمام؟ طيب الـ thermal coefficient اللي هو الالفا ده بيعتمد على الماتيريال، انا لما احط زيادة في درجة الحرارة 20 درجة على خشب غير لما احطه على خرسانة غير لما احطه على ستيل. تمام؟ في فروقات ما بينهم، وان كان الخرسانة والستيل طبعا قريبين من بعض، لكن بيعتمد مني على الماتيريال. لو ضربنا التلات حاجات دول في بعض جبنا التغير اللي هيحصل في طول الممبر ده الدلتا تي. بس الكلام ده يا جماعه باعتبار ايه بقى؟ ان الممبر زي ما اتفقنا بدايته ونهايته مفيش اي حاجه تماما تمنعها من الحركه.
مفهوم؟ ده كده الدلتا تي. اوكي طيب تعال نقول الموضوع بقى بصوره مختلفه. طب لو بدايه الممبر ونهايه الممبر في عندهم هينج سبورت، الممبر هيتمدد ولا مش هيتمدد؟ اه مش هتمدد يا دكتور، بس السيتلمنت هيزيد. يعني السيتلمنت، سيتلمنت ايه؟ ما فيش سيتلمنت. بس مش هيتمدد لا، يعني اعتقد لا مش هيتمدد. مش هيتمدد. انا عندي هنا حاجه منع الحركه تماما، فالممبر نفسه يتمدد، نفس النقطه دي تتحرك كده ونفس النقطه دي تتحرك كده، لكن مش هيحصل، ما في هينج سبورت. طب الديسبيسمنت اللي ما عرفتش تحصل دي لازم ينتج عنها حاجه، ينتج عنها ايه؟ رياكشنز. لازم ينتج عنها رياكشن. الممبر ده كان نفسه طوله يزيد وما عرفش، النقط دي كان نفسها تتحرك يمين وشمال وما عرفتش، فيبتدي يظهر في الممبر ده فورس. تمام كده؟ الفورس دي كومبريشن، الفورس دي ضغط. تقول لي ازاي ده الممبر عايز يتمدد؟ اه هو عايز يتمدد بس ما عرفش، وبالتالي الممبر ده كانه عايز يطرشق من كتر اللي فيه، عايز يطرشق. يطرشق دي يعني عليه ايه؟ يعني عليه بريشر، عليه كومبريشن، عليه فورس. طب الفورس دي حد يقدر يقول لنا قيمتها كام يبقى ممتاز؟ الاستفنة بتاعت الممبر في الدلتا اللي كانت المفروض تحصل. برافو، جميل جدا، صح تماما. هو الممبر مش هيحصل فيه displacement، بس هو كان نفسه يحصل له displacement عشان يبقى الممبر ما فيهوش مشاكل، بس هو ما حصلوش. فالفورس اللي هتنتج هي عبارة عن ايه؟ الـ E في A over L، E في A over L مضروبة في الدلتا T اللي كانت نفسها تحصل. يبقى الفورس هي stiffness الممبر الأكسيال مضروبة في مين؟ في الدلتا T. إذا لو الممبر بدايته ونهايته فري وحصل زيادة في درجة الحرارة، النقط هتتحرك مسافة اسمها دلتا. طيب لو الممبر ده حصل زيادة في درجة الحرارة بس أوله وآخره فيكسيشن، النقط مش هتتحرك لكن هينتج كومبريشن فورس قيمتها E في A على الـ L في الدلتا. صح كده؟ جميل. طب سؤال كمان بقى، هو معلش ده سؤال صعب، هو لو الممبر ده هنا فيه هينج سبورت لكن الناحيه الثانيه مفيش هينج سبورت، بس في ممبر ثاني ماسك فيه ونهايته فيها هينج سبورت، تعرفوا تقولوا لي ايه اللي يحصل في الممبر ده؟ اقول ثاني، بدايته فيها هينج سبورت، نهايته اللي هي هنا ما فيهاش هينج سبورت بس ماسكه في ممبر تاني، ايه اللي يحصل هنا؟ هل يحصل الديسبيسمنت ولا يحصل الفورس ولا يحصل شويه كده وشويه كده؟ هو دكتور انا ممكن اقول ان ممكن ادخل موضوع السيتلمنت في الموضوع، يعني ان ممكن يحصل، هو ما فيش سيتلمنت هنا خالص، ما لما مثلا الجزء ده مثلا يتمدد بالحراره فالناحيه الثانيه هيلاقي حاجه اللي هي رافضه ان هو يتمدد، فالتمدد ده ممكن ينتج عنه سيتلمنت. بلاش كلمه سيتلمنت، ينتج عنه ديسبيسمنت. تمام. اه مظبوط، هو ده بالظبط كده اللي احنا عايزينه. نقول تاني، الممبر لما كان بدايته ونهايته فري قدر يتمدد براحته خالص المسافه اللي هي الدلتا تي اللي احنا بنتكلم عنها، لما كان بدايته ونهايته هينج سبورت ما عرفش يتمدد خالص فنتج عنه كومبريشن فورس وليكن مثلا قيمتها 100. لما يبقى بدايته ونهايته بقى هو ما فيش هينج سبورت لكن ماسكين في ممبرز ثانيه، هل الممبرز الثانيه هتمنع الحركه بتاعه الممبر ده تماما زي ما يكون في هينج سبورت؟
اكيد لا. طب هل هتسمح له ان هو يتحرك براحته خالص زي ما كان بدايته ونهايته فري؟ اكيد لا. طب يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى اللي هيحصل لما يبقى الممبر ده ماسك في ممبرز تانية جنبه، ان في جزء من الديسبليسمنت هيحصل وجزء تاني هيتحول لفورس جوه الممبر. حلو. يعني احنا عندنا الكيس الفري ان الممبر فري من اليمين ومن الشمال، هيتمدد براحته خالص، ولكن مش هينتج فورس في الممبر لان هو اتمدد خلاص براحته. لما اليمين والشمال ممسوكين ممنوعين من الحركه خالص، الممبر ما اتمددش لكن نتج عنه كومبريشن فورس وليكن قيمتها 100. طب لما يبقى ده ممبر في وسط مجموعه ممبرز وبيحصل له زياده في درجه الحراره، هيحصل له ايه؟ هيتمدد جزء من اللي كان نفسه يتمدد وجزء تاني هيتحول لفورس، فهيبقى في عندي فورس مش ب 100، ب 50، ب 80، ب 60، حسب الممبرز اللي حواليه شكلها ايه. هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، احنا عايزين نشوف لما يحصل زياده في درجه الحراره ايه الديسبيسمنتس يحصل فيها، ايه اللي يحصل يعني. اوكي؟ طيب فتعالى نشوف الكلام ده. تعالى نقول في المساله بتاعتنا اللي احنا حليناها النهارده من غير لودز خالص، عايز اشوف تاثير زياده درجه الحراره. لو حصل زياده في درجه الحراره 20 درجه لكل الممبرز اللي موجوده هنا، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تمام؟ ومديني الاي، ومديني الاي الاريا، ومديني الالفا اللي هو الثيرمال كوفيشنت، معامل التمدد الحراري. تمام؟ هي القصه كلها هنا بس ان احنا طريقه حلنا للمسائل اللي بيبقى فيها تمبريتشر هتبقى مختلفه شويه عن الطريقه العاديه. فصحصحوا معايا كده بقى ال 10 دقايق دول. طيب المشكله في التمبريتشر ايه؟ احنا نعرف نحسب الدلتا اللي عايزه تنتج من التمبريتشر اللي هي الفا في ال في تي. حلو. بس هل السؤال اللي انا قعدت احاول اوصله لكم كده شويه اللي فاتوا، هل هيحصل النقطه دي لما الممبر ده يتمدد والممبر ده يتمدد والممبر ده يتمدد؟ طيب ده كان نفسه يتمدد وليكن 10 مللي لفوق، وده كان نفسه يتمدد وليكن 4 مللي لتحت. تمام. هل النقطه دي انا هبقى عارف هي هتطلع لفوق او تنزل لتحت وعارف التمدد اللي هيحصل فيها قد ايه؟ لا، لان هي بمنتهى البساطه نفسها تتحرك لكن في ممبرز بتقاومها، فهي هتتحرك قد ايه؟ الله اعلم، معرفش. فالمشكله هنا في التمبريتشر غير السيتلمنت. السيتلمنت انا كنت عارف ان هروح عند نقطه بي احط السيتلمنت بكذا، دي حاجه حصلت انا متاكد ان هي حصلت وانا عارف قيمتها بتساوي كام بالظبط. مشكله التمبريتشر ان انا عارف ان الممبر عايز يتمدد بس ما اعرفش هو فعلا هيتمدد مسافه قد ايه. ما اعرفش الدلتا اللي هتحصل عند كيو بكام والدلتا اللي هتحصل عند كي بكام، انا ما اعرفش الكلام ده بيساوي كام. فانا هعمل لعبه كنا عملناها في الاساينمنت الثاني في السيتلمنت، الطريقه اللي احنا كنا قلناها في السكشن وبعض منكم ما فهمهاش ورجعت شرحتها لكم في المحاضره اللي بعدها، قلت لكم هنحتاجها بعدين. تعالى نقولها وبرضه حاول تفهم، سيبك بقى ان ده يجي في الامتحان ولا لا، في الاخر يعني لو صعب مش هنجيبه في الامتحان، مش دي المشكله، بس حاول تفهم. ماشي؟ طيب احنا نعمل ايه؟ احنا هنمسك كل ممبر ونحسب الفورس اللي هتنتج فيه لو بدايته ونهايته ممنوعين من الحركه تماما، زي ما قلنا من شويه اللي هي اي في اي على ال مضروبه في الدلتا. طب الاي والاي والال موجودين، يعني الاي بتاعت الممبرز موجوده، الاي موجوده، الال بتاعت كل ممبر موجوده، صح؟ والدلتا تي اهي اللي هي الفا في ال في تي، يعني شيل الدلتا تي من هنا وحطها لنا الفا في ال في تي، هتلاقي ال ال طارت مع ال ال، الاي موجوده، الاي موجوده، الالفا موجوده، التي موجوده ب 20 درجه. اذا نقدر نحسب الممبر ده هيجي له فورس قد ايه؟ طلعت 4200 كيلو نيوتن. يعني ممبر بي كيو لو بدايته ونهايته ممنوعين تماما من الحركه هيجي له فورس كومبريشن 4200. هعيد نفس الكلام لل كيو ار، نفس القصه، اي في اي على ال في الفا في ال في تي، ال ال حاطين مع ال ال، الاي هي هي، الاريا هي هي، الالفا هي هي، التي هي هي، فهيجي له نفس ال 4200 كومبريشن. الممبر بتاع ار كي نفس الكلام هيجي له نفس ال 4200.
يعني كل ممبر من دول لو بدايته ونهايته كانوا ممنوعين تماما من الحركه، ركزوا معايا، بدايته ونهايته كانوا ممنوعين تماما من الحركه، كان كل واحد من دول هيجي له فورس في البيت ونهايته كومبريشن 4200. يعني بصوا كده يا جماعه، لو الممبر ده فعلا بدايته ونهايته ممنوعين من الحركه ودرجه حرارته زادت 20 درجه، هيجي له فورس في البدايه والنهايه كومبريشن 4200، وده نفس الكلام وده نفس الكلام. دكتور معلش، هو بس طب. بالنسبه لنقطه كيوما هي ممكن تتحرك، ما هو الرولر سبورت ايه؟ صح، برافو. انا قلت ايه وعدتها مرتين ثلاثه؟ لو كان الممبر ده بدايته ونهايته ممنوعين من الحركه كان جاله ده، لو كان، صح؟ يعني ما قلتش ان ده الحقيقي. مظبوط تماما، اللي انت بتقوله صح مليون في المية. انا بقول لو الممبر كان ممنوع من الحركه كان جات له الفورسز دي. طب معلش يعني سيروني كده لو كملوا معايا. نقطة بي اهي، يعني كأن نقطة بي هنا جاي لها كده فورس كام؟ 4200. مظبوط؟ نقطة كيو اهي جاي لها من هنا 4200 ومن هنا 4200، يبقى هي كأنها حاسة بكام؟ صفر. جميل، يبقى نقطة كيو مش حاسة بحاجة. نقطة ار جاي لها 4200 و4200، يبقى كأنها حاسة بكام؟ صفر. نقطة كي جاي لها كده 4200. مظبوط؟ جميل. يعني لو احنا افترضنا فرض غلط، ايه الفرض الغلط اللي احنا افترضناه؟ ان كل النقط دي ممنوعة تماما من الحركة. كان هيحصل ايه؟ كان كل ممبر من دول هيجي له 4200. صح؟ يعني يبقى الاستراكشر ده على بعضه حاسس في اوله هنا ب 4200 لفوق وحاسس في اخره هنا ب 4200 لتحت. ماشي؟ طب هل الكلام اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ يعني هل الاستراكشر فعلا عليه هنا 4200 وعليه هنا 4200 ولا الكلام ده مش موجود؟ هو الكلام ده غلط بس هيوصلني للنتيجه اللي انا عايزها، صح؟ يعني هستخدمه. جميل، بس هل فعلا الاستراكشر ده عليه هنا ال 4200 دول وعليه هنا ال 4200 دول؟ لا. هو الكلام ده بناء على الفرض الغلط اللي انا افترضته، ان النقط دي كلها نقط ايه؟ ثابته. صح؟ بنفس بالظبط لو حد يفتكر اللي عملناه في الاساينمنت الثاني في السيتلمنت، اللي هو ايه؟ اللي هو لما افترضنا ان النقطه مش اللي بيحصل فيها سيتلمنت، النقطه اللي كانت فوق في المساله عليها فورس، هل دي حقيقية؟ لا، دي مش حاجة حقيقية. فأنا هنا افترضت فرض غلط إن النقط كلها ثابتة، نتج عن الفرض الغلط إن هنا في فورس لتحت 4200 وهنا في فورس لفوق 4200. تمام؟ خليكوا فاكرين الشكل ده كده اللي هو الفرض الغلط اللي إحنا افترضناه. أوكي؟ وتعالوا نمسك المسألة بقى بعد الفرض الغلط ده. هي عليها 4200 هنا وعليها 4200 هنا، لكن في الحقيقة هي المسألة أصلاً ما عليهاش أي أحمال. فأنا هرجع أعمل إيه؟ هرجع أصلح الغلط اللي أنا عملته. طب إيه الغلط اللي أنا عملته؟ إن أنا جيت هنا حطيت على المسألة 4200 لفوق ودي مش موجودة. وحطيت هنا 4200 لتحت ودي مش موجودة. فهعمل إيه؟ عشان أصلح الغلط هاجي هنا أحط 4200 عكسها وأحط هنا 4200 عكسها. إذا تاني كده، الفرض الغلط اللي أنا عملته ده إن النقط كلها ثابتة نتج عنه إن في النهاية في فورس لتحت هنا وفي فورس لفوق هنا. خليه على جنب معانا، مش هنرميه في الزبالة بس خليه معانا. رحت أصلح الغلط، فالفورس اللي لتحت حطيت واحدة مكانها فوق والفورس اللي لتحت هنا حطيت واحدة مكانها فوق. تمام؟ يعني حطيت عكس اللي طلع لي من الفرض الغلط عشان اصلح الغلط اللي حصل. واللي انتوا شايفينه ده معلم عليه بالاحمر ده خلينا نشيله دلوقتي لكن هيفضل معانا. طيب تعال بقى نمسك المساله دي اللي انا صلحتها. حلو؟ وتعالى نحلها بالكلام ده. يعني ايه؟ يعني المساله دي تعالى نشوف ايه الفورسز اللي عليها وايه الديسبيسمنت اللي نرجع عنها ونشوف. فتعالى نمسك حاجه حاجه، ودي الحته اللي كانت الباشمهندسه بتسال عليها من شويه. هي نقطه بي دلوقتي، بص عليها كده،
عندها ايه نقطة بي؟ عندها حاجتين، عندها رياكشن انا معرفوش اسمه اف بي لفوق، وعندها فورس 4200 لتحت. يعني نقطة بي دي المفروض يبقى عندها كده اف بي ناقص 4200. طيب نقطة كيو ما عندهاش اي حاجة خالص، زيرو. نقطة ار عندها رياكشن اسمه اف ار. طيب نقطة كي عندها فورس لفوق 4200، ما عندهاش رياكشن لان ده رولر سبورت، يبقى هنا كده في 4200. طيب الديفورميشنز، نقطة بي عندها هينج سبورت بيمنع الحركة، تبقى زيرو. نقطة كيو عندها ديفورميشن ما عرفوش. نقطة ار عندها الديسبليسمنت بتساوي زيرو عند هينج سبورت. نقطة كي عندها ديسبليسمنت ما عرفهاش. طب المسألة اللي قدامنا دي، الديسبليسمنت المجهولة هي دلتا كيو دلتا كي، أقدر أجيبهم بنفس الطريقة اللي كنا بنحل بيها؟ نقدر كون المعادلة بتاعت دي ودي. تقدر تقول هنا الزيرو بيساوي صف في عمود، ال 4200 صف في عمود. تقدر تجيب من هنا دلتا كيو وتجيب دلتا كي. انت جبت نقطة كيو هتتحرك فعلا قد ايه، ونقطة كي هتتحرك فعلا قد ايه. بس اللي هيحصل بقى في الاخر هو ايه؟ يعني خلينا نقول الفورسز اللي هتنتج هي ايه؟ انت كده حليت المسألة في الاول غلط، ده اللي انت عملته، وبعدين نتج عن الغلط ده فورسز على المسألة. الفورسز دي رحت انت عامل فيها ايه؟ حاطط عكسها، فرحت مصلح الغلط بتاع المسألة. لو رجعت جمعت في الاخر الانترنال فورسز اللي هتنتج نتيجة الحل الغلط مع الحل اللي انت عدلته، هتقدر توصل هي المسألة دي في الاخر فيها internal forces قد ايه. بمعنى انا هاخد الدلتا كيو والدلتا كي اللي انا جبتهم من المساله بعد ما عدلتها، واحطها جوه اللوكال ستيفنس ماتريسيز، اشوف بقى الدلتا بي بزيرو، الدلتا كيو انا جبتها، الدلتا كي انا جبتها، الدلتا ار بزيرو، احط هنا دول واطلع الفورسز بتساوي كام. طيب طلعت الفورسز اللي موجوده هنا، اول ممبر عليه زيرو، تاني ممبر عليه زيرو، تالت ممبر عليه 4200. ده كده نتيجة التصحيح بتاع المسألة دي، الانترنال فورسز اللي طلعت نتيجة تصحيح المسألة. اخد الانترنال فورسز اللي انا جبتها نتيجة تصحيح المسألة، نتيجة الديسبليسمنتس اللي نتجت، اجمعها على الفورسز اللي كانت موجودة في الاول نتيجة الحل اللي مش صح. حتى انا مسميها ايه هنا؟ فيكسد ان فورسز. يعني الفورسز دي اللي ناتجة كأن بداية ونهاية كل ممبر كان في عنده حاجة بتمنع الحركة، حاجة فيكسد، وده ما هو الصح. لو جمعنا ده على ده نقدر نوصل المسألة في الآخر إيه الانترنال فورسز اللي عليها. يعني بص على ممبر زي ده كده، كان عليه هنا زيرو وكان عليه هنا 4200، يبقى في الآخر هيبقى عليه 4200. تمام؟ طب ده كان عليه زيرو كان عليه 4200، يبقى في الاخر هيبقى عليه 4200. طب ده كان عليه هنا 4200 تنشن وهنا عليه 4200 كومبريشن، يعني ده في الاخر يبقى عليه كام؟ زيرو. دي هي الانترنال فورسز الفاينل في المساله. وتعالى فعلا نفكر ونشوف هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، ونرجع نسمرايز الموضوع تاني. بصوا كده، بصوا على النقطة دي اللي عاملة زي النقطة اللي في نص القلم اللي اتكلمنا عليها من شوية اللي ما بتتحركش فعلا. تمام؟ طيب لما زودنا درجة الحرارة بتاعة الممبرز دي، النقطة دي ثابتة يا جماعة، والنقطة دي عايزة تتحرك. اوكي؟ قولوا لي النقطة دي ثابتة ودي عايزة تتحرك، نقطة كي في أي حاجة تمنعها إن هي تتحرك ولا مفيش؟ مفيش. طب طالما مفيش حاجه تمنع ان هي تتحرك، يعني هيحصل الدلتا فعلا اللي هي الفا في ال في تي ولا مش هتحصل؟ هتحصل. يعني مفيش اي حاجه عملت ريسترين للحركه، مفيش حاجه منعت الحركه. طالما ان مفيش حاجه منعت الممبر انه يتحرك، يبقى الممبر ده
هيحس بكمبريشن او تنشن ولا ما يحسش طالما انه اتحرك براحته خالص؟ لا مش هيحس. مش هيحس. وده اللي حصل فعلا. الممبر ده طلع الانترنال فورس بتاعته بتساوي كام؟ زيرو. لكن تعالوا نبص هنا على الممبر بتاع ار كيو والممبر بتاع كيو بي. نقطه ار نقطه ثابته ونقطه بي نقطه ثابته. الممبر بتاع ار كيو والممبر بتاع كيو بي لما يجوا يتحركوا نتيجه زياده درجه الحراره هيعرفوا يتحركوا ولا ما يعرفوش؟ مش هيعرف. ليه مش هيعرف؟ الممبر ده اصله طوله عايز يزيد هيحاول يزق نقطه كيو لفوق، والممبر ده برضو طوله عايز يزيد هيحاول يزق نقطه كيو لتحت، مش كده؟ والاثنين دول عليهم نفس الزياده في درجه الحراره، فنقطه كيو هتحاول تتزق لفوق وهتحاول تتزق لتحت. هل هتتزق لفوق او هتتزق لتحت ولا لا؟ لا، يعني الممبرز دي مش هتعرف تتحرك اصلا. طب لما ما تعرفش تتحرك هينتج فورس ولا مش هينتج فورس؟ ما هي ما عرفتش تتحرك. هينتج فورس. هينتج فورس. ادي الفورسز اللي نتجت في التو ممبرز دول نتيجه ان هي ما عرفتش تتحرك. تمام؟ طيب تاني خلينا نعمل كده سمري للموضوع. لما بيبقى في مساله تمبريتشر غير السيتلمنت، السيتلمنت في نقطه واضحه صريحه اتحركت مسافه معينه والنقطه دي خلاص اتحركتها فالمسافه معروفه، فاقدر اجي جوه الجلوبال ستيفنس ماتريكس احط المسافه دي واشتغل، مش محتاج اكتر من كده. التمبريتشر مختلفه، التمبريتشر الممبرز نفسها تتحرك مسافه معينه بس في حاجات هتعرف تتحركها زي نقطه كي، في حاجات تانية مش هتعرف تتحركها زي الممبرز دي، وبالتالي انا ما اعرفش كل نقطه فعلا هتتحرك كام. فبنضطر نعمل ايه؟ بنضطر نحل المساله بطريقه مختلفه. طيب بنفترض فرض والفرض ده مش صح. بنفترض ان النقط بتاعت المساله كلها نقط فيكست، نقط ثابته، وده مش حقيقي. وطلع الفورسز اللي كانت هتنتج في الممبرز دي لو كانت النقط دي نقط ثابته وبسميها فيكسد ان فورسز ودي مش حقيقيه، بس برجع اشوف الفورسز دي لما تتحط على المساله ايه اللي هيحصل، فبلاقي ان في حاجات اهو هتكنسل بعض وفي حاجات هتتحط على المساله، يعني في اربعه لتحت هنا اربعه 200 لتحت وهنا في اربعه 200 لفوق. الاربعه 200 اللي لتحت واللي لفوق دول هم مش حقيقيين، دي حاجة غلط ناتجة عن الفرض اللي أنا افترضته. طب برجع أعمل إيه؟ بصحح الغلط. أعكس الفورسز اللي موجودة هنا على المسألة دي. يعني اللي لفوق أحطها لتحت واللي لتحت أحطها لفوق. وآخد المسألة اللي أنا صلحتها وأروح أحلها جوه الجلوبال ستيفنس ماتريكس وأطلع الإنترنال فورسز اللي هتنتج نتيجة التصحيح بتاع المسألة، نتيجة الديسبليسمنتس اللي هتطلع. آخد الفورسز اللي ناتجة نتيجة الحل اللي فيه فرض مش صح، أجمعها على التعديل اللي حصل في المسألة، أطلع الفاينل فورسز بتساوي كام. تمام؟ ده طريقة الحل لو كان فيه تمبريتشر. ماشي؟ موضوع التمبريتشر موضوع صعب الفهم شوية. ماشي؟ اللي فهمه خير وبركة. اللي ما فهموش وعنده سؤال دلوقتي نشوفه. تمام؟ طيب لو لقينا في الاخر ان انتوا مستصعبين الموضوع والموضوع يعني فهمه صعب وجربنا نطبق عليه في السكشن وما عرفناش، ما تقلقوش من دي، يعني في الاخر مش لازم نجيب التمبريتشر في الامتحان خالص. تمام؟ طيب قولوا لنا بس انتوا كده لو حد عنده سؤال يبقى. ده كده معناه ان محدش فاهم حاجه صح؟ لا لا تمام. طيب ماشي. طيب خير. طيب عامة ان شاء الله السكشن ده هنخلي المعيدين ان شاء الله يشرحوا لكم من الاساينمنت الرابع ده، هننزل الاساينمنت الرابع
ويشرحوا لكم من الاساينمنت الرابع ان شاء الله مسألة تمام عادية ومسألة يكون فيها temperature تمام، بحيث ان انتوا تبقوا يعني سمعتوا الكلام كمان مرة، وان شاء الله لما تسلموا الاساينمنت ما يبقاش في مشكلة في الحتة دي، والمحاضرة الجاية برضو قولوا لي لو كان في مشكلة نظبطها تمام. المرة الجاية ان شاء الله هننقل على البار إليمنت المايل علشان نوصل في نهاية المحاضرة اللي جاية ان احنا بنعرف نحل تراس يكون في بقى ممبر فيرتيكال وممبر هوريزونتال وممبر انكلاين. طبعا بنتكلم على تراس انديترمنت علشان يبقى في معنى للكلام اللي احنا بنعمله بالطريقة بتاعة الاستاتيك تمام. ماشي طيب هبعت لكم برضو السلايد ان شاء الله اول ما نقفل ماشي، وربنا يوفقكم. حد محتاج اي حاجه؟ شكرا 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 الف شكر. ماشي يلا سلام.